الله الرحمن الرحيم. بحب أعرف بنفسي، أنا الطالبة آية جمال نايفة، تخصص رياضيات تطبيقية، بحثي بعنوان System of First Order Linear Equation بإشراف الأستاذ جاسم بدران. بحب أشكرك أستاذي. أهلا وسهلا في الحضور، أهلا وسهلا بالأساتذة الكرام. في البداية بدي أذكر الشكل العام الجنرال فورم للسيستم، اللي هي X1 برايم إيكوال A11 في X1 بلس A12 في X2 A1n في Xn. نفس الاشي ل X2 لحد ما نوصل ل Xn برايم إيكوال AN1X1 بلس AN2X2 2ANNXn. طبعا الـ AIJ تمثل coefficient of XI. في حال كانت عندنا الـ BI للـ T بتساوي صفر، فالسيستم يعتبر homogeneous system، otherwise non-homogeneous system. طبعا السيستم نقدر نكتبه على شكل ماتريكس، بتكون بهاي الصورة D over DT X1 X2 XN equal matrix of coefficient multiplied by matrix of function plus matrix of constant. الماتريكس of constant اللي هي column matrix، مدخلاتها ال B1 في T 2BNT. في السيمبل فورم إلها X برايم بتساوي A في X بلس B T. طبعا زي ما حكينا إذا كانت B بتساوي صفر بصير هوموجينيوس. طبعا أنا في البحث رح أشرح الهوموجينيوس والنان هوموجينيوس، رح أبينهم. مثال على ذلك، بدنا نكتب السيستم X1 برايم بتساوي 2T X1 minus 3T square X2 plus 1 X2 برايم equal X1 plus T cube X2 minus C sin T. بدنا نكتبها على شكل ماتريكس، بتكون بهاي الصورة X1 برايم. كتبنا المدخلات العوامل لل X1 و X2. طبعا العمود يمثل هذا عوامل X1 في المعادلتين، هذا العمود بيمثل معاملات X2 في كلا المعادلتين، مضروبات في matrix of function multiply by ثوابت اللي هن في كلا المعادلتين، حطيناهم في matrix لحالهم اللي هي matrix للconstant. Theorem 1. The vector function x1 to xn are solution for the system. Then the linear combination of this solution بكون على الشكل الآتي، اللي هو بمثل solution للنظام. طبعا c1 وc2 هي constant لهذا النظام، ثوابت. Linear independent. الفيكتور solution بنسميه linear independent في حال سوينا المعادلة في الصفر، وبعد حل المعادلة طلع عنا من C1 ل CN متساويات بتساوي الصفر، بنسمي النظام linear independent. الثيوريم الثاني بنربط بينها بين linear independent وبين الرونسكيان. في حال كان الرونسكيان للفيكتور function اللي عنا بساوي non-zero، فبنسمي السيستم linear independent. طبعا لا يعني انه السيستم يعني ما بشكل general solution للسيستم، بس انه بكون عنا linear independent. مثال على ذلك، في عنا الفيكتور X1 و X2. طبعا X1 اللي هي بتمثل المصفوفة لمعاملات X1 في كلا المعادلتين، بدنا نبين انها linear independent. اوجدنا الرونسكيان. الرونسكيان بشكل عام تمثل الديتيرمينت للمصفوفة. الديتيرمينت هي ضرب القطر الاول ناقص ضرب القطر الثاني. بتبسيط المعادلة وصلنا انها الرونسكيان بتساوي هذا الشكل، ما بتساوي صفر، اذا الحل independent. نبلش بالهوموجينيوس لينير سيستم و كونستانت كوفيشنت، اللي هي بتكون الشكل العام له الجنرال سوليوشن الجنرال فورم اكس برايم ايكوال ال اكس، حيث انها ال A هي الماتريكس الماتريكس ان في ان. بدنا نوضح عن الايجن فاليو والايجن فيكتور، بنستخدمهم في الحل. الايجن فاليو بنوجدها باستخدام الكاركترستيك ايكويشن اللي هي الديتيرمينانت لل A minus lambda I equal 0. بنوجد قيم اللمدا باستخدام هاي المعادلة، بنوجد الفيكتور الايجن فيكتور لكل لمدا. طبعا رح اوضحها بالامثلة كيف بنوجدها، هسه هيك بشكل عام. في عنا ثلاث انواع من الايجن فاليو للهوموجينيوس، اللي هي الريال ايجن فاليو، الكومبلكس ايجن فاليو، والريبيتد ايجن فاليو. نبلش بالريال ايجن فاليو. الريال ايجن فاليو في عنا من لمدا 1 للمدا ان هي ريال ايجن فيكتور، الها K1 لكي ان هي ايجن فيكتور، هي من لمدا 1 للمدا ان هي ايجن فاليو، الها K1 لكي ان ايجن فيكتور. فالجنرال سوليوشن بكون لهذا النظام X1 X equal C1 K1 E قوة لمدا T plus C2 K2 E قوة لمدا 2T لا CN KN equal lambda NT. طبعا احنا بنستخدم السكند اوردر، فرح تكون عندنا بس التنتين الاوارة.
لانه 2 باي 2 اللي راح تكون عندنا. مثال على الريال ايجن فاليو، فايند ذا جنرال سوليوشن فور ذا سيستم، اكس برايم بيساوي الماتريكس هاي في اكس. السوليوشن باستخدام الكاركترستيك ايكويشن اوجدت القيم لامدا اللي هي ديتيرمينانت للاي ماينس لامدا الاي ايكوال 0 بشكل مباشر، طلع عندنا بهاي الصوره. طيب لما لامدا 1 بتساوي ماينس 3 باستخدام المعادله اللي حكيت عنها في الاول، اوجدت الايجن فيكتور الها كان بهاي الصوره. نفس الشيء لما لامدا 2 بتساوي 2 باستخدام المعادله، اوجدت الايجن فيكتور طلعت عندنا بهاي. فالحل العام بيساوي سي 1 في الايجن فيكتور للاولى مضروبه في الاي قوه تي، اي قوه 2 تي بلس سي 2 في الايجن فاليو الايجن فيكتور للثانيه مضروبه في الاي قوه ماينس 3 تي. الكومبلكس ايجن فاليو، لما تكون عندنا الكومبلكس تكون لامدا على الصوره اي بلس اي ال بي، المقابل الها بتكون هي لامدا بار بتساوي اي ماينس اي ال بي، كل وحده الها ايجن فيكتور. الايجن فيكتور لللامدا بيكون كي، لهاي اللامدا بار بيكون كي ستار. باي يوزنج اويلر فورمولا اوجدت الحل الاول اكس 1، اوجدت الحل الثاني بيكون على الصوره التاليه. الجنرال سوليوشن بيقول سي 1 في اكس 1 بلس سي 2 في اكس 2، طبعا مع التوضيح انه في اتش هون في الجنرال سوليوشن، هاي قيمتها اللي هي 1 اوفر 2 ملتبلاي باي كي 1 بلس كي ستار. هون نفس الاشي بس قسمنا هون على 2 اي عشان نخلص من الاي اللي موجوده في الحل عشان يطلع بالاخر معنا ريال. هاي مثال عليها، الاكس برايم بتساوي 2 4 ماينس 2 ماينس 2 مضروبه في اكس. باستخدام الكاركترستيك ايكويشن هاي اوجدت اللامدا طلعت معنا 2i وماينس 2i. طبعا اوجدت نفس الاشي الايجن فيكتور لللامدا هاي طلعت معنا بشكل مباشر هاي كي بتساوي بهاي الصوره. لما لامدا بتساوي ماينس 2i طلعت معنا الايجن فيكتور بهاي الصوره هيك. عوضنا في اتش نفس الاشي، طبعا هنا لسه بتشكل ماتريكس حتى لو ضربناها في نص وجمعناهن مع بعض، لان هاي عمليات بتطبق على الماتريكس. الجنرال فورم اللي بتكون سي 1 مضروبه في السوليوشن الاول زائد السي 2 في السوليوشن الثاني. الريبيتد ايجن فاليو، هنا بيكون عندنا الايجن فاليو متكرره مرتين، نفس القيمه لكن متكرره مرتين. هسا الحل الاول بيكون على هاي الصوره كي 1 في اي في اي قوه لامدا لتي، اما الحل الثاني بيكون اكس 2 في كي بتساوي كي 2 في اي قوه لامدا لتي بلس كي 1 في اي قوه لامدا لتي مضروبه في تي. طبعا الحل الجنرال سوليوشن اللي هي بجمع بين الحل الاول والحل الثاني لكن مضروبات بثوابت. مثال على ذلك عندنا معطينا اكس برايم بتساوي هاي القيم الماتريكس مضروبه في اكس، برضه بشكل مباشر اوجدنا الكاركتر الايجن ايجن فاليو طلعت عندنا 3 و3. للاولى لما اخذت لامدا بتساوي 3 اوجدت الايجن فيكتور الها اللي هي طلعت معنا 1 وناقص 1. اوجدنا نفس الاشي الفيرست سوليوشن بكون بهاي الصوره. هسه عشان نوجد كي الثانيه بنوجدها في الاعتماد على الكي الاولى. فرضنا كي 2 بتساوي الماتريكس للاي والبي وحلينا هذا النظام وطلعنا بالاخر فرض وطلعت معنا هاي المعادله 2a بلس 2b ايكوال 1، فرضنا انها b بتساوي 0 عشان نوجد a، فطلعت معنا الكي لما عوضنا قيم a والبي فيها. السكند سوليوشن بيعتمد على الحل الاول مع الحل الثاني اللي اوجدناه، والجنرال سوليوشن عوضنا في المعادله. هسا النون هوموجينيوس لينير سيستم اللي هي هاي الحاله بتكون فيها البي ما بتساوي صفر، يعني بكون عندنا الجنرال سوليوشن اللي هي اكس برايم بتساوي اي الاكس بلس بي. هسا عشان نحل هذا النظام بنحل بالاول كانه هوموجينيوس سيستم، بنلغي وجود البي بنوجد الحل الاول. بعدها بنحله باستخدام انه بنرجعها بنوجد البارتيكولار سوليوشن اللي هي اكس البي، والحل العام بيكون بجمع بين السوليوشن الاول والسوليوشن الثاني اللي هي هاي للهوموجينيوس وهاي للبارتيكولار سوليوشن. فالطريقه اللي استخدمتها لحل النون هوموجينيوس لينير سيستم اللي هي الفاريشن اوف باراميتر، بتعتمد هاي الطريقه على ايجاد اكس بي بهاي القاعده اللي هي فيتا في التكامل لفيتا انفرس في بي تي دي تي. الجنرال سوليفاي الجنرال سوليوشن بيكون على الشكل اكس بتساوي الفاي للسي بلس فاي تي للتكامل للفاي انفرس في بيتا للتي. مثال على ذلك بشكل عام اعطانا اكس بتساوي ال اكس زائد بي وقيم اي وقيم بي، اوجدت الايجن فاليو بهاي الصوره طلعت معي الواحد والصفر.
هسا الايجن فاليو كل واحدة اوجدنا لها الايجن فيكتور الها طلع انه هذول الشكل. الحل الاول للنظام اللي هي عملته على صورة الفايل التي رتبناها في ماتريكس، طبعا هاي القاعدة تبعت الفاي. بعد هيك اوجدنا الفاي انفيرس اللي هي عبارة عن القاعدة اللي استخدمناها هسا بشكل مباشر، اوجدنا الفيتا انفيرس وضربناها في بي، وبعدها اوجدنا التكامل الها وعوضناها في البارتيكيولر في القاعدة تبعت البارتيكيولر، وبالجنرال سوليوشن عوضنا اوجدنا. هلا صوت ما فيك.